المساندة موجودة أو المؤازرة أو التشجيع من الأنصار. محاولة ليبيا، تغطية دفاعية ممتازة من بلكلام لإخراج الكرة إلى رمي التماس. بلعوبة بسرعة، توزيع، وبالكلام يتفوق في الكرات العالية، ممتاز لحد الآن. يتمركز بشكل جيد حذاري من هذه الكرة بجمال الدين مصباح. محاولة القائم الثاني وهيلة ممتازة من بالكلام، شجاع رجل دفاع المنتخب الجزائري بكل صراحة، يؤكد أنه من طينة المدافعين الكبار ومن سلالة المدافعين الكبار. بهذا التواجد في كل مرة يفوت فرصة أخرى وكرة خطيرة على مرمى الحارس. سمبولحي برأسية وبقوة وهدوء إلى ضربة ركنية للمنتخب الليبي من العبارديه القائم الأول. تغطية ممتازة من قدير، إبعاد الكرة بمبدأ الأمان والاطمئنان. كسب المنتخب الليبي صراحة خبرة وتجربة اللاعب خارج قواعده وبعيدا عن ملاعبه. لعب في القاهرة ولعب في تونس ولعب حتى في مالي ولعب بعض المباريات الودية خارج ليبيا ولعب أيضا تصفيات أو نهائيات كأس أمم إفريقيا. نذكر أنه كان فاز على السنغال باثنين مقابل واحد، فاز على الكاميرون باثنين مقابل واحد أيضا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 من المكان الصحيح لتنفيذ هذه الكرة الخاطئة. جبور يسخن ويحضر في محاولة من المدرب خالد لوزيتش لإيجاد الحلول خاصة في الهجوم. كرة ليبيا من هناك، حذاري من محمد ومن أحمد سعد، افتح الزاوية على القدم اليمنى، هذا هو أخطر لاعب في تشكيلة المنتخب الليبي. خالد لوزيتش والتعليمات. حفيد أربيش يدرب المنتخب الليبي ويحاول أن يصنع معه بعض الإنجازات. يصطدم اليوم بالمنتخب الجزائري، يحاول هذاري من هذه الكرات الصعبة، هذاري من هذه الكرات الصعبة، جرى على الكرة مقطوعة في المرة الأولى، تعود في المرة الثانية بالريش إلى كوليس الصناني من جديد، محاولة ولكن مقطوعة دون ارتكاب الخطأ، عمل هجومي مرتدة هذه الكرة، البحث عن سليماني، سليماني ولكن الكرة كانت طويلة، كانت خلفية وليست أمامية. صعبة وبريش فيصل البدري في وسط الميدان يلعب كرة من هناك على الجهة اليسرى للمغربي. محاولة المرور، التغطية موجودة، الضغط، الحكم يحتسب خطأ على أحمد سعد قائد الفريق. مباراة نذكر بين المنتخبين كانت ودية عام 2007، فازت الجزائر باثنين مقابل واحد. كرة ثابتة للمنتخب الليبي، يحاول في الكرة الثابتة التغطية الدفاعية ممتازة من قدير ومن سليماني العائد لمساعدة الدفاع الجزائري. بالكلام يرجع أحمد سعد، أسبعي محاولة ضغط على حامل الكرة، تعود الكرة من جديد. المنتخب الليبي الذي كان حضر لهذه المباراة في سيرية تامة وبدأ التحضيرات منذ فترة طويلة.
بريش يحاول المرور أمام كارل مجاني. كارل ويستفيد المنتخب الليبي من ركنية رقم 9 في تشكيلة المنتخب الليبي الذي حاول المرور أمام كارل مجاني. البوصيفي إياب والتبديل ربما سيكون بعد قليل في تشكيلة المنتخب الليبي. رقم 8 عبد الله محمد ملعوب الكرة التنفيذ ركنية محاولة والدفاع الجزائري في المرة الأولى والثانية كرات العالية كلها لدفاع المنتخب الجزائري بفضل القامة الطويلة لسعيد بالكلام وكذلك كارل مجاني. تعود لبريش حاول أن يضغط المنتخب الليبي. رأسية سهلة تصل الكرة للمنتخب أو للحارس مبول حراس دوخة هو الحارس الثاني البديل في تشكيلة المنتخب الجزائري. تعليمات من عبد الحفيظ أربيش للاعب البديل في تشكيلة المنتخب الليبي بعد قليل. كرة لزوي يحاول أن يبحث عن المساحات الشاغرة. موجودة المساندة من فيصل البدري خروج مبول حي حذاري من هذه الكرة. هناك خطأ الحكم لا يعلن عن الخطأ ربما ترك الأفضلية ولكن كان هناك تدخل على الحارس مبولحي. هاي الكرة لفيصل لسفيان فيغولي يحاول فيغولي لم نشاهده في الشوط الثاني. سفيان فيغولي غير الاتجاه مباشرة لجمال الدين مصباح. ديورة مصباح تراجع أداء المنتخب الجزائري قليلا في الشوط الثاني. ديورة من جديد بينية هائلة ممتازة ثنائية مع فؤاد قدير سفيان فيغولي ولكن الأسبقية للحارس محمد مشلوش. الفكرة كانت جميلة ولكن والتحضير أيضا كان جميلا ولكن الكرة كانت قريبة من الحارس والمتابعة لم تكن كما يجب من قدير. في وسط الميدان بريش يحاول تغطية موجودة من دفاع المنتخب الجزائري يحاول الأحسن. مصباح قدير هيلة ممتازة جمال دي مصباح يحاول يسدد قوية جدا والحارس مشلوش يتصدى لهذه الكرة قوية يسارية من جمال الدين مصباح حاول وبقوة الوصول إلى مرمى الحارس نشلوش الذي تعامل بطريقة ممتازة وتصدى لهذه الكرة. محاولة من هناك للمنتخب الجزائري ولكن مقطوعة من دفاع المنتخب الليبي. محاولة كانت ممتازة من مصباح محمد سعد. ها هي التحضير والتسديد بقوة ونشلوش بالمرصاد لهذه الكرة. من جديد جمال الدين مصباح يحاول الأحسن يحاول يوزع كرة الإسليماني والتغطية الدفاعية راية مرفوعة راية مرفوعة وداية التسلل يقول الحكم المساعد الثاني لدفاع المنتخب الليبي. رقم 6 محمد الصناني يترك مكانه لرقم 8 عبد الله محمد كما هو موجود في الورقة الرسمية لتشكيلة الفريقين. الصناني الذي كان أدى ما عليه في الشوط الأول خاصة وفي هذه الدقائق من بداية الشوط الثاني كرة للحارس محمد نشنوش طويلة بالكلام بالمرصاد يرجع في الوسط لأحنيش مقطوعة. قدير يحاول أن يمر قدير يستفيد من رمي التماس. مصباح كديورة عدلان كديورة لجمال الدين مصباح يعود يمر لكديورة قدير البحث عن الأحسن التغطية موجودة والإبعاد دقيقة مرت من
زمن الشوط الثاني النتيجة دائما متعادلة بين الفريقين. هذه الكرة محاولة ليبيا، محاولة المرور، محاولة ثنائية والتغطية الدفاعية ممتازة بالكلام. ما أروعك اليوم يا سعيد، ما أروعك في هذا التصدي والحضور والتواجد والتمركز الرائع. قدير ضيع كرة، الأحسن يسترجع الكرة وتدخل قوي من أحنيش. تقديم الرجل كان واضح على الأحسن. صعوبات بداية الموسم كبيرة، أو التدخل كان قوي كما نشاهد على بالعرض البطيء لهذه اللقطة. كرة جزائرية من خلال الخطأ الذي احتسبه الحكم السنغالي أمام الكرة. جمال الدين مصباح ملعوبة قصيرة لكديورة. كديورة يحاول المرور، الاختراق، يضيع الكرة، ترجع ليبيا. عودة موفقة للتغطية من جمال الدين مصباح. هذا كارل مجاني يحاول يوصل الكرة هايلة من هناك، ممتازة هايلة ملعوبة الكرة لسفيان. هايلة يا قدير، يلا يا قدير، ولكن الكرة مقروعة. تعود الكرة من جديد لقدير والضغط عليه، يحاول المرور. رمي التماس يقول الحكم للمنتخب الليبي وسقوط احد عناصر المنتخب الليبي. شد عضلي طبعا، يعاني من شد عضلي لو مرت هذه الكرة وتم التعامل معها بطريقة ممتازة وجيدة لشكلت الخطورة اللازمة وحققت المطلوب بالوصول الى مرمى الحارس محمد نشنوش. وما سيكون هناك تغيير ثاني او تبديل. ها هي الكرة، اسقط لوحده اللاعب لانه تعرض لشد عضلي. اربيش عبد الحفيظ اربيش المدرب الليبي الذي يريد ويتمنى ان يحقق بعض النتائج الإيجابية أيضا، والوصول إلى الدور التصفيوي الأخير هو إنجاز بالنسبة لهذا المدرب الذي خلف المدرب البرازيلي باكيتا. يحمل إلى خارج أرضية الميدان اللاعب المصاب، أعتقد أنه رقم 9 عبد الله إيهاب، حتى يتلقى العلاج والإسعاف. رمي التماس فيصل البدري يلعب الكرة ورمي التماس، محاولة للمنتخب الجزائري هذه المرة لمصباح. كارل مجاني أمام كديورة، استلم كديورة يخير على الجهة اليمنى لمصطفى. مصطفى يحاول يلعب كرة داخل منطقة العمليات لسليماني وقدير، ولكن الأسبقية للمدافع بالريش بقوة يرجع الأحسن. كديورة مصطفى بينية الكرة ضيعها من سفيان فيغولي، تعود للمنتخب الليبي لأحمد سعد في الوضعيات التي يفضلها بمحاولة للانطلاق والتحضير العمل الهجومي. مراوغ يراوغ ينجح يحتفظ بالكرة لأحنيش، يحاول أن يسدد من بعيد، لا يفضل تمرير الكرة على الجهة اليمنى للمنطلق بالريش. الضغط عليه، كرة ضائعة تعود للمنتخب الجزائري. سفيان فيغولي ملعوبة بسرعة لفؤاد قدير، تعود لسفيان في وسط الميدان يرتكز على الجهة اليمنى
اللي ساعد تجار المساندة موجودة، ثم مصطفى